ده كان مظهير الونش. ولكن ماذا عن محمد عبد المنعم؟ عبد المنعم خرج مصابا زي ما قلنا، وكارلوس كيروش تحدث عن محمد عبد المنعم في المؤتمر الصحفي وقال ان اصيب بكسر في الانف وان هو هيجري جراحه. هو نقل بالفعل الى المستشفى على طول بعد المباراه او يمكن اثناء المباراه وبيجري جراحه، ممكن يكون قد اجراها بالفعل. يعني مصير سفره مع المنتخب، مفترض المنتخب هيسافر الصبح او النهارده يمكن. فهل هيلحق بالبعثه؟ هل يسافر معاهم او يلحق بهم بعد كده؟ هل هيشارك ولا لا؟ اعتقد معرفش يتفق معايا ولا لا، مشاركه عبد المنعم ان حصل على الاجازه الطبيه يعني هتبقى مرهونه بتواجد الونش ولا لا، لان غياب الاثنين معا هيكون ضربه قويه طبعا. يعني انا متفق معاك جدا، واعتقد ان محمد عبد المنعم مشاركته مرتبطه اكتر بموقف الونش اللي احنا هنعرفه. بس برضو ان الناس يعني دلوقتي بتتفرج على الماتشات في العالم كله، عارفين كويس ان اصابه محمد عبد المنعم هي في وقتها انت بتبقى قلقان عليه، بس يعني الراجل بيبقى عنده بس حته ارتجاج في المخ خفيف شويه، ما بيبقاش حاجه مقلقه. لو لا قدر الله عنده كسر في المناخير بيبقى ممكن حتى كمان يستنى على الجراحه بعد ماتش السنغال طالما المنتخب محتاجه، فان شاء الله بسيطه يعني يبقى موجود. بس والله انا شايف ان ياسر ابراهيم النهارده عظيم، ادى بشكل كويس جدا بعد نزوله، وكان ممكن يسجل كمان من فرصتين، لان دي الميزه اللي موجوده عند ياسر ابراهيم ان هو بيقدر ان هو يكمل بالظبط هجوميا، واحنا شفنا ده مع الاهلي ضد الهلال السعودي في كاس العالم للانديه. فياسر ابراهيم بصراحه في حاجه انا كمان بحبها فيه ان هو الراجل مدافع، فانا عارف ان انا مدافع مش بيحاول ان هو يلعب بزياده على امكانياته. هو الراجل مميز في افتكاك الكوره، بيفوز بالصراعات الثنائيه، بس ما تطلبش منه اكتر من كده يعني. زي ما ظاهر على الشاشه كان حالا منذ ثواني ياسر ابراهيم النهارده خد اول مباراه دوليه مظبوط ليه في حياته، فده في حد ذاته اصلا يوريك الثقه اللي عند ياسر ابراهيم والعظمه ان هو يقدمها في اول مباراه، بيدلل ده على كلامك جدا يعني. وهو الحقيقه هو اكتسب خبرات كبيره جدا من التواجد مع الاهلي والمشاركه مع الاهلي في كاس العالم للانديه ودوري ابطال افريقيا، فهو بصراحه كمان برضو يعني الحته النفسيه في منتخب مصر بشوف انها مميزه جدا مع كارلوس كيروش. يعني محمد عبد المنعم قبل كاس الامم الافريقيه كان ما كانش موجود مع منتخب مصر غير في كاس العرب بالزبط. والراجل كان في تشكيل البطوله في النهايه، فده معناه ان كان في اعداد نفسي كويس جدا من الجهاز الفني زي ما كان في اعداد فني. فانا بشوف ان منتخب مصر مع كارلوس كيروش مميز من الحته دي، بس بشوف ان كارلوس كيروش يمكن قريب من اللعيبه بتاعته، فانا ما عنديش قلق من حته لو غاب لا قدر الله محمد عبد المنعم من ياسر ابراهيم يشارك. بس طبعا لو الونش غايب فاعتقد لا محتاجين طبعا تواجد محمد عبد المنعم.